هاي الفيديو خصيصا للقفز المظلي في مدينة انترلاكن. حبينا نصور الفيديو خصيصا للقفز المظلي. طبعا شخصين وهي كمان طبعا اشخاص هدول بيأجروا هذا المعلم وهذا السائح مدفوعة الأجر. ذلك الأمر أي واحد، أي واحدة صبية. أو ماي جاد، إنه كانت فوق صارت تحت. السعر والله ما بعرف، بس في مكتب هون إنه بيتعاقدوا مع مكتب. في مكتب عربي هون للرحل لجميع المرافق السياحية الموجودة بالنمسا، من ضمنها القفز المظلي. في سيارة بتوصلهم على التلة على القمة، وبعدين بينزلوا بهالمكان، بيجوا من هالأماكن هاي من فوق. حبينا نلقي نظرة على من الأشياء المهمة في سويسرا هاي. أغلبهم صبايا.
مبسوطة جدا والله، هي بدها جرأة صراحة، يعني شغلة ما لها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة جاسم اختيش رحال في أوروبا من مدينة انترلاكن في وسط سويسرا. طبعا اليوم السبت 26 8 2022 كان سلتت على راسنا. كيف العينتين عم يصور، والله هو شيء حلو، مغامرة حلوة وبدها قلوب قوية. هاي الساحة خصيصا لهالعملية، هاي قفز المظلي. هاي صبية. اوه هاي. من اربع اشخاص كمان فوق الساحة.
طبعا هي فندق فيكتوريا معروف بإنترلاكن، فندق فيكتوريا. أنا بدي أودعكم أصدقائي متابعين قناة جاسم قطيش رحال في أوروبا، من سويسرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.